السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا حلوة تركية مورقة، كتجي زوينة بزاف وباقل مجهود صراحة، بلا ما تشري لا ورقة لا حتى شي حاجة، تصاوبيها غير انتي بوحديتك في الدار وكتجي غزالة، كتجي مورقة كما كتشوفوا من الداخل وفتية، وحتى الحشوة كتجي لذيذة بزاف. هذا هو الشكل ديالها، كنتمنى من الله تعجبكم. مهم البنات اللي كتشوفوا المحتوى لاشين ديالي لاول مره، مرحبا بكم عندي، ومية الف مرحبا. تابوناو في لاشين، فعلوا الجرس، خليوا لي لي كومونتير ولي لايك ديالكم لا عجبكم الفيديوهات ديالي. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا المقادير ديال هاد الحلوه هذه او المعسله وطريقه التحضير. كملوا الفيديو حتى الاخر وما تمشيو فين. البنات اول حاجه غادي نصاوبوها اللي هي الورقه. عندي هنا تقريبا واحد نص كيلو ديال الفرصه رطب، كنستعمل كنز او ريمه. عندي هنايا بيضه، شويه الملحه، وشويه ديال سنيده. تقدروا تعوضوا سنيده بشويه ديال العسل. درت سنيده غير باش الورقه كتجي حمراء وما كتجيش، يعني ما كتجيش بيضه في الطياب. اول حاجه كنجمع، كنحاول انني ندخل ديك البيضه مع ديك شويه الملحه وشويه ديال السنيده في الطحين، حتى كنلبس الطحين بهذيك البيضه، وكنعجن عادي بالماء، يعني بارد، ماشي ما ديروش نهائيا سخون، يكون بارد صافي. اهم حاجه البنات هاد الورقه هادي تركيه، ضروري خصها تكون قاصحه شويه، ما تكونش هكا خفيفه، لان الا كانت خفيفه غادي تقدر تخسر لكم وتبدا تلصق، فضروري خصها تكون قاصحه. كما كتشوفوا انا كنعجنها فوق البوطاجي باش نتحكم فيها. غادي نعجنها مزيان، المهم ضروري تكون قاصحه، ندلكها مزيان وغادي نخليها ترتاح، ومن بعد غادي تشوفوا يعني كيفاش غادي ندير ليها. هنايا البنات كما كتشوفوا بعد ما خليت العجينه ارتاحت ليا واحد شويه، لان كما قلت لكم راها يعني قاصحه شاده مزيان في راسها، فضروري خصني نخليها ترتاح باش في الخدمه تجيني ساهله. خديتها كما كتشوفوا قطعتها على شكل وحدات اللي كيكونوا متساويين، كنحاول نبسطهم هكايا شويه بيديه. وفي التوراق غادي نستعمل البنات النشا، النشا هو اللي كيورقوا به هذا النوع ديال الحلويات اولا المورقات التركيه، وضروري من النشا البنات، ما يمكنش تستعملوا الطحين اولا شي حاجه واحده اخرى من غير النشا. المهم كما كتشوفوا غادي نبدا نرش شويه ديال النشا عليهم كاملين، وغادي نبدا نطلقهم واحد شويه بالدلاك، يعني غير شويه، ما تاخذوش يعني ما ديروش شي مجهود فيهم ولا شي حاجه، بالعكس ساهلين، من اسهل ما يكون. تقدري توجدي يعني نص ساعه تكوني ساليتيها صراحه، لانها ساهله بزاف بزاف وكتجي زوينه. وحسن انك تاخدي مثلا الورقه من برا، او لا تعذبي تصاوبيها، او لا تشريها، او لا هاد الورقه هادي بديله الورقه ديال الفيلو، وكتشبه ليها تماما، وكتجي مورقه، كتجي مقرمشه، وكتجي زوينه صراحه، كتجي زوينه بزاف. تقدري قاعد الورقه هادي البنات تصايبيها، وتحاولي انك يعني ديري ليها، تسولفيها مزيان، ديري ليها سلوفان وتخبيها يعني في الثلاجه فوق ما تبغي يعني تخدمي بها، كتجبديها وكتخدمي بها عادي، ما كتخسر حتى شي حاجه. غير نصيحه البنات، ضروري تكثروا ليها النشا لو كنتو بغيتو مثلا تخليوها في الثلاجه تحتفظوا بها، ضروري تكثروا ليها النشا، لان هي كتشرب النشا، والا مشات تشرباتو غادي تلصق على بعضياتها، فضروري تكثروا ما بين كل طبقه وطبقه، ديروا واحد الكميه كثيره ديال النشا هذه، في حاله لو كنتو بغيتو تخليوها يعني في الثلاجه تحتفظوا بها. اما دابا كما كتشوفوا انا بديت كنطلقها، يعني كنديها هكا وكنجيبها يعني بحال شكل ديال دائره صافي، وكنحطها. ملي غادي نكمل هاد المرحله كما كتشوفوا، غادي ناخد اول وحده، غادي نرش النشا، كترشوه ضروري البنات بهاد الغريبيله بحال هكا باش توزعوه مزيان على العجينه. من بعد كديروا الطبقه الثانيه او الدائره الثانيه، وانتم غادي حتى كتكملوا العجينه كامله. انا بالنسبه لي هاد العجينه اللي درت، هاد نص كيلو ديال العجينه فرقته على جوج ديال الدوائر، يعني درت جزء
كيفاش غادي نقولها لكم، فرقتو على جوج بهذا المفهوم، يعني بحال نقولوا درت 10 هكا و10 هكا، هانتوما كما كتشوفوا بحال دابا هذه اللي هزه في يدي دايره فيها مثلا 10 والاخرى دايره فيها 10. هادشي اللي بغيت نوضح لكم. صافي، دائما كنستعمل نشا، غادي نطلقها واحد شويه بالدله كما كتشوفوا، ما تخافوا منها، ما حتى شي حاجه راه ما كتلصقش نهائيا على بعضياتها، خاصكم غير تكونوا دايرين ليها نشا، ضروري تكونوا دايرين ما بين كل ورقه وورقه تكونوا دايرين نشا، وهذا كنشا البنات راه هو اللي كيورقها، هو اللي كيخليها تولي رقيقه بزاف. وبالنسبه يعني الدلاك وداكشي راه غير كتعاونيها باش ترقق، اما هي راه يعني كتجي صراحه كتجي رقيقه بزاف. بالنسبه لاول مرحله كندير لها الطريقه، من بعد كنبقى ناخد بكل وحده نجمعها ونعاود نرجع الدلاك لبلاصته ونعاود ندير الاخرى عاوتاني نجمعها، وانتوما كتتبركوا واحد شويه باش كترقق، حيت في هذه المرحله اللي كتشوفوا دابا هي فين كترقق. كندير بحال هكا، كنطويها بالورقه، ديروا بالورقه الا لقيتوا شي بلاصه مثلا نشفت من النشا زيدوها شويه ديال النشا باش ما تلصقش ليكم. صافي كنجمعها، نعاود عاوتاني ندير الاخرى، وانا غاده بحال هكا حتى كنكملها. راه ساهله بزاف، وطريقه الخدمه ديالها حتى هي سهله، يعني من اسهل ما يكون صراحه. هاد الحلويات التركيه من اسهل ما يكون، وبالزربه انفو تشو انا انفو نشوف الحاجه تنبغي نديرها، وصراحه كان فهمتي اي كنشوفها كنبغي نديرها باش ناخذ فكره كيفاش هادشي كيفاش كيديروا لي، يعني ما نبقاوش مركزين على الطياب مثلا المغربي وداكشي، واخا هو يعني نمبر وان، ولكن تنبغي انايا بحال هكا نكتشف هكا اكلات هكايا من دول وحده اخرين او من مناطق وحده اخرى، وكيعجبني نجرب صراحه، ماشي مشكل. واخا المهم واخا ما تصدقش ليا الحاجه في الاول كنبقى معاها حتى كتصدق، اهم حاجه هي انني نجربها ونشوف كيفاش هادشي كيفاش كيديروا لي. فهذه انا انفو شفتها، شفت صراحه واحد السيده تركيه كتصاوبها، وقلت والو غادي نوض دابا غادي نشوف نجرب حتى انايا ونجرب حظي نشوف واش غادي تصدق ليا ولا لا. والحمد لله صدقات، جات زوينه، جات مقرمشه، يعني تبعت انا الطريقه ديال السيده اللي صاوبتها وصاوبتها كما دارت ليها حتى هي. كما كتشوفوا بعد ما درت هذيك المرحله كنعاود نرجعهم ورقه ورقه فوق ورقه، وغادي نعاود ندير نفس المرحله، ولكن غادي نحاول انني ندور الدلاك للجهه الاخرى. بحال دابا درتها بالطول، دابا غادي نديرها بالعرض، سهله. ملي غادي نكملها غادي ندير حتى الدوائر الاخرى اللي كيبانوا من ديك الجهه، او العشرة ديال الدوائر اللي كيبانوا من ديك الجهه، ومن بعد غادي ندوز باش نعمرها. كما كتشوفوا ها نتوما، ودائما البنات استعنوا بالنشا، الا لقيتوا شي بلاصه مثلا ناشفه من النشا اولا فيها الرطوبه حاولوا ترشوا عليها شويه ديال النشا باش هكا ما تلقاوش معها صعوبه على انها مثلا تلصق على بعضياتها ولا شي حاجه. راه ساهله بزاف، سمحوا لي الا كثرت عليكم في الهضره، ولكن كنبغي نشرح لكم مزيان. ملي كتبقاو تدوروا الدلك بحال هكا كتبركوا شي شويه باش دوك الجناب ديال الدوائر راه كيتورقوا، يعني هاد المرحله هادي راه ماشي اللي شافها يقول هادي راه ما عندها حتى شي فائده هاد المرحله، ولكن راه هي الكل في الكل، لان هي اللي كتورق العجينه. صافي كما كتشوفوا كنحاول انني ندير وحده على وحده وحده على وحده حتى كنكملوا. فوالا صافي كنحاول نقادها، ها نتوما البنات راها ورقه عفتي مورقه مزيان صراحه، واللي عجبني فيها بصراحه انا ديما غادي نبقى نخدم بها. اللي عجبني فيها هي انها ما كتفورسيش على راسك بزاف وتبقاي دلكي، ولا بالعكس دغيا دغيا كتطلق. وهاد الورقه هادي راه تخدموا بها حتى المملحات البنات، وان شاء الله لا 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 بغى الله راه غادي نصاوب بها شي حاجه يعني مالحه. كما كتشوفوا ها نتوما الورقه كيفاش دايره، كتجي زوينه. دابا البنات غادي ندوز باش نصاوب معاكم هاد الحلوه هادي. هنايا خديت كاوكاو مقرمش يعني كونكاس رقيق، زدت عليه شويه ديال مازهر، شويه ديال القرفه، شويه ديال العسل، شويه ديال الزبده مذوبه مليحه، ديروا شويه ديال المسكه، ديروا شويه ديال روحه اللوز لا بغيتو، يعني كتنسموا على داك الكاوكاو. تقدروا تعوضوه باللوز، تقدروا تعوضوه بالبيستاج، بالكركاع، باش ما نتوما بغيتو. انا درت غير كاوكاو، دائما كنبغي ندير داك الشيء ساهل باش حتى نتوما يجيكم ساهل،
كنمشي مع البساطة ديما. كما كتشوفوا كنقطع الورقة على هذا الشكل، وكنحاول انني ندير هذه الحركة هذه، كنجمعها ومن بعد كنثني هذوك جوج رويصات بحال الشكل ديال ودينات، كنرش الزبدة والزيت صافي، وكنحط واحد الكمية قليلة في الجنب بحال هكا، وكنثني جناب وكنطويها عادي، ولكن ما تبركوش ملي تبغيو تطويوها، خليوها مرخوفة من الداخل باش كتجي يعني مورقة، ويدخل العسل ملي تجيو تكبوا عليها يصيب منين يدخل هو الزبدة ملي تبغيو مثلا طيبوها. راه ساهله بزاف البنات، وغادي ان شاء الله ملي غادي نساليها غادي ندير عليها الزبده. تديروها بطبيعه الحال في شيلاطه اللي فيها بابي كويسو، ضروري بابي كويسو البنات، وكتذوبوا الزبده، كتعمروها مزيان بالزبده يعني كدهنوها مزيان بالزبده، كتدخلوها الطيب. ملي كطيب اون فوا تخرجوها وهي سخونه، كديروا عليها العسل اللي يكون شويه خفيف، ما يكونش داك العسل الثقيل، اولا الشاربات الا كتعرفوا تصاوبوا الشاربات، حيت هي كتصاوب بالشاربات العسل البيض، وانما انا درته احمر. يعني هذه الوصفه هذه دمجت ما بين يعني تركيا وهذا والمغرب، درت العسل ديالنا وفي نفس الوقت الحلوى ديالهم هما. هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم غادي نخليكم دابا باش تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كندير ليها، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديال هذه الحلوى هذه. وبالصحه والراحه في طوركم، وسمحوا لي بزاف كترت عليكم في الهضره، كنبغي نشرح ليكم. وما تنساوش تابوناو عندي في لاشين، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وتسناو مني الجديد، مازال غادي نعطيكم بزاف ديال الوصفات، وكنبغيكم بزاف، تهلاو ليا في راسكم، وبسلامة عليكم. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.